اهلا بيكم مع ملخص جديد. النهارده هنشوف الحلقه الثانيه من مسلسل ذا لاست اوف اس. وبتبدا الحلقه في مدينه جاكرتا في اندونيسيا، وكان ده قبل بدايه انتشار الوباء. وكانت ابو راتنا اللي بنعرف انها عالمه في امراض الفطريات بتتغدى، لحد ما بيدخل للمطعم 2 من رجال الجيش، وكان منهم واحد واسمه اجوس، وبياخدوا ابو معاهم وبيخرجوا من المطعم. وبتعرف منهم انهم في حالة طوارئ وانهم هياخدوها للمختبر للسبب ده. ولما بتوصل ابو بتعرف انهم بيواجهوا نوع من الفطريات واسمه كورديسيبس، اللي المفترض انه كان بيصيب النمل وبيغير في طبيعته وبيحوله لزومبي. وبنعرف ان ابو عندها خبرة كبيرة في مجال الفطريات، وبتشوف عينها على الميكروسكوب وبيقول لها الضابط انها من جسم انسان. وبترد عليه ابو وبتقوله ان الفطريات مستحيل انها تعيش في جسم انسان، وبتروح بنفسها عشان تفحص الجثة. وبتكتشف ان الشخص ده كان مصاب بعضة في رجله، وبتروح عشان تفتح بقه وبتفحص اللعاب، وبتتأكد من وجود الفطريات جوه جسمه. وبتستغرب من اللي بتشوفه، وبتخاف لدرجة انها بتقرر فجأة انها تخرج. وبتقعد مع اجوس عشان تسأله الشخص ده مات ازاي وامتى، وبيرد عليها وبيقولها ان ده حصل من 30 ساعة في مصنع للحبوب، لما ابتدى واحد من العمال يتغير وكان مرعوب جدا، وانه كمان اعتدى على 3 اشخاص وبعدها هرب من المصنع. وبيقولها ان لحد دلوقتي فيه 14 شخص مفقود، وان ال3 اشخاص المصابين بيتم علاجهم، وانهم محتاجين مساعدتها دلوقتي عشان يوصلوا اللقاح للعدوى. لكن ابو بترد عليه وبتقوله ان مفيش علاج للشيء اللي شافته. وبيسألها اجوس عن اللي ممكن يعملوه، وهنا ابو بتقوله ان الحل الوحيد هو قصف المدينة بأكملها بالقنابل، وان اي حاجة غير كده العدوى هتنتشر في العالم كله. وبتقوله انها عايزة ترجع لبيتها عشان تفضل لآخر يوم في عمرها وهي مع أسرتها. وبعدها بتبكي. بعدها بتنتقل الأحداث للوقت الحاضر، وبتصحى إيلي من نومها وبتشوف جول وتيس كانوا قاعدين قدامها وبيبص للجرح اللي في إيديها، وكانوا مندهشين إنها لسه ما اتحولتش. وبتسأل تيس ليه مارلين ما قتلتهاش بعد إصابتها وبعتتها معاهم، لكن إيلي بتقولهم إنها مش مصابة وإنها مش هتتحول لزومبي. وبعدها بتمشي من قدامهم، وكان جول حاسس بالخطر منها ومن انها تتحول في اي وقت، وبيقول انهم مش لازم ياخدوها معاهم. لكن تيس بترد عليه وبتقوله ان دي اخر حاجة ممكن يعملوها لانهم محتاجين البطارية. في الوقت ده بترجع الي وبتسألها تيس هي ليه مهمة عند مارلين، وبتقولها البنت ان معسكر الفاير فلايز اللي هيروحوه فيه علماء بيحاولوا انهم يلاقوا علاج للعدوى، وبما انها اتعضت ولسه ما تحولتش فالعدوى مش بتأثر فيها، وهنا هتكون مهمة العلماء انهم يوصلوا اللقاح بعد ما يشوفوها. وبيقول جول ان سمع نفس الكلام قبل كده اكتر من مرة، ولحد دلوقتي محدش قدر انه يوصل لعلاج. وهنا تيس بتقوله ان كل اللي عليهم انهم يسلموا الي لمعسكر الفاير فلايز عشان ينهوا المهمة، وبتقدر في النهاية انها تقنعه برأيها. وبيخرجوا الثلاثة من مكانهم وبيكملوا في طريقهم. وكانت المدينة مختلفة تماما خلال فترة النهار، وبيصادف انهم بيشوفوا حفرة كبيرة في الارض وكأنها فوهة بركان. وبتقول تيس انها اثار القنابل اللي استخدمتها الحكومة للسيطرة على العدوى في بداية الازمة، وانهم هيقابلوا زيها كتير وهم ماشيين في طريقهم. بعد كده بيوصلوا لمفترق طرق وكان الطريق مسدود قدامهم، وعشان يوصلوا لمعسكر الفاير فلايز كان قدامهم طريقين، طريق قصير والتاني طويل، وكان الطريق القصير مليان بالمخاطر، وعشان كده قرروا انهم يمشوا في الطريق الطويل. واثناء مشيهم بتسأل تيس ايلي عن سبب جرحها، وبتقولها ايلي انها كانت في اوز وبتشوف مول تجاري وكان قديم، وانها كانت محتاجة تعرف شكله ايه من جوه. وقتها ظهر واحد من الزومبي عشان يهجم عليها وكان سبب في اصابتها. وهنا تيس بتقولها انها عندها قدر كبير من الشجاعة، وبتقولها ايلي انها يتيمة وإن مفيش حد عشان يهتم بيها. بعد شوية بيسمع صوت الزومبي وكانوا في مكان قريب منهم، وبيكملوا طريقهم في صمت عشان ما يلفتوش انتباه الزومبي. وبيوصلوا في النهاية الفندق وكان مقفول، وبيكتشفوا مدخل للمكان وكان طريقه فيه مية وبيمشوا فيها، وبعد مسافة بينتهي الطريق. وبيضطروا إنهم يطلعوا فوق حطام المبنى وبيعبروا من خلاله، وبيوصلوا في النهاية المكان ممكن يفضلوا فيه شوية عشان يرتاحوا. وبتروح تيس عشان تكتشف المكان، وبتكون فرصة لإيلي عشان تسأل جول شوية أسئلة كانت بتدور في راسها،
لكن جول بيرفض في البداية إنه يرد عليها، لكن إيلي بتسأله بعد كده عن اللي بيحصل للزومبي المصاب، وبيقول لها إنهم بيموتوا في الأغلب بعد شهر أو شهرين، لكن المشكلة إن في منهم بيفضل عايش لمدة ممكن تزيد عن 20 سنة، وبيقول لها كمان إنه قتل عدد كبير من الزومبي خلال حياته. بعد كده تيز بتظهر وبتقول لهم إن في حاجة لازم يشوفوها، وبيروحوا معاها وبيشوفوا من مكانهم عدد كبير من جثث مخلوقات الزومبي وكانت في الشارع، وبتسأل إيلي عنهم، وبتقول لهم تيز إن الفطريات ممكن إنها تعيش تحت الأرض، وإن لو حد منهم داس في منطقة وكان فيها فطر الكورديسيبس هيصحي عدد كبير من الزومبي وهيكونوا في مشكلة، وده لأنهم متصلين ببعض عن طريق الفطر. وبيقرروا إنهم ياخدوا طريق مختصر وبيدخلوا جوه متحف المدينة في طريقهم، وبتشوف إيلي جوه المتحف شخص جريح وبينزف من كل مكان في جسمه، وكان واضح إنه لسه متحولش. وبيقول جول إنه اتعرض للهجوم، لكن بيشك إن مخلوقات الزومبي تكون هي اللي هاجمته، وده لأن إصابته كان شكلها مختلف. وبعدها بيطلب منهم يتحركوا في صمت، وبيطلعوا الدور التاني من المتحف، وكان المتحف بينهار مع كل خطوة، وبعد شوية بيوصلوا لقاعة من قاعات المتحف وبيسمعوا صوت الزومبي هناك، عشان يكتشفوا إن حواليهم زومبي في كل مكان وإنهم محاصرينهم، وبيستخبوا منهم. وبيقول لهم جول عن طريق الإشارة إنهم مش بيقدروا يشوفوا لكن ممكن يسمعوهم، وبيطلب منهم إنهم ما يعملوش أي صوت، لكن فجأة بيهجم زومبي عليهم من وسط الضلمة، وبيدخل جول في معركة معاه، وكان الرصاص مش بيأثر فيه، وبيحاول جول إن يستخبى منه، لكن بيدوس فجأة على إزاز كان مكسور في الأرض عشان الزومبي يكتشف مكانه مرة تانية ويهجم عليه، لكن جول بيضربه المرة دي بالرصاص في راسه عشان يموت. وبعدها بيظهر مخلوقات تانية من الزومبي، وبيقدر هو وتيس انهم يتخلصوا منهم، لكن بيكتشفوا ان ايلي كانت مصابة بجرح جديد في ايديها وفي نفس مكان جرحها القديم. بعدها بيعبروا من سطح المتحف لسطح المبنى اللي جنبه، وبعدها بينزلوا للشارع عشان يكملوا في طريقهم. وبعد كام ساعة بيوصلوا لمعسكر الفاير فلايز، وبيشوف جول عربية ليهم وكانت واقفة بره المكان، وبيكتشف ان مفيش حد جواها، وبتشوف ايلي ان كان في اثار دم في الارض، ولما بيمشوا وراها بيدخلوا المكان وبيكتشفوا ان كل افراد المعسكر ماتوا، وان كان في بينهم اشخاص مصابين بالعدوى، وان كان في معركة بينهم انتهت بموتهم كلهم. بعدها تيز بتدور على خريطة في المكان، وبتقول إيلي إن مارلين كانت بتقول دايما إن فريق الفاير فلايز كانوا في طريقهم للغرب، لكن جول بيقول لهم إن رحلتهم انتهت وإنهم لازم يرجعوا. وهنا تيز بتقول له إنهم هيموتوا في كل الأحوال وإنها عايزة تستنى في المكان. وهنا إيلي بتفهم من كلامها إنها مصابة، وفعلا بتكشف تيس عن جرحها، وبيعرفوا إنها تعرضت للعض وإنها هتتحول قريب لزومبي، وبتطلب من إيلي إنها تشوف جرحها عشان يكتشفوا إن جرحها اختفى. وهنا تيز بتقول لجول ان ايلي هي العلاج الوحيد اللي هينقذ حياتهم، وبتطلب منه انه ياخدها لبيل وفرانك. في الوقت ده بيصحى واحد من اللي كانوا في الارض بعد ما تحول لزومبي، وبيروح جول عشان يقتله، وبنشوف ان كان في فطر في الارض بيتحكم في جسمه، وبيحصل اتصال بينه وبين كل الزومبي القريبين من المكان، وبنشوفهم بيصحوا عشان يتحركوا في اتجاه المعسكر بأعداد كبيرة، وبيشوفهم جول وهم بيقربوا منهم، وبنشوف تيس وهي بتقلب زيت في الأرض عشان تعطلهم، وبتطلب من جول وإيلي إنهم يهربوا بسرعة. بعد كده بيوصل الزومبي، وبنشوف واحد من المخلوقات البشعة بيحس بتيس وبيقرب منها، وبنشوف الفطر بيخرج من بقه وبيدخل في بقها. وهنا تيس بتولع النار وبترميها في الزيت، وبعدها المكان بينفجر، وبنشوف جول وإيلي وهم بره المكان، وكان الحزن باين عليهم بعد تضحية تيس عشانهم، وبعدها بيكملوا في طريقهم. وبكده تنتهي الحلقة التانية من المسلسل. سلام، لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة.